سيدنا إبراهيم ما شك أنه الله قادر على إحياء الموتى، هو بيعرف، هذه عقيدة كل مسلم، فشو حال نبي من الأنبياء؟ بيعرف، متيقن من هذا. ومرة من المرات كان ماشي أمام الشاطئ، قام شاف جثة، جثة بهيمة ميتة، وين؟ على الشط. لما تكون على الشط بيجوا البهائم الأرضية بيأكلوا منها، بيروحوا البهائم الأرضية تجي مين؟ طيور تأكل منها، بيجي الموج بيسحبها على البحر، مين بيأكل منها؟ السمك، بيتفشى الموج ترجع على الشاطئ، مين بيأكل منها؟ البهائم، طيور، بيرجع بيسحبها. الله أكبر، يعني شيء من هذه البهيمة وين صار؟ في بطون البهائم، وشيء في بطون الطيور، وشيء في بطون السمك. الله أكبر. أم هو شو؟ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، يعني هو تمنى أن يريه الله كيف يحيي الموتى، ولكن ما كان أكيد أنه الله بيعطيه ما طلب، كان شاكك هل الله سيعطيني ما طلبته أم لن يعطيني؟ لأنه بجوز النبي من الأنبياء يطلب من الله شيء والله ما يعطيه. النبي محمد طلب من الله مثلا أن لا يجعل بأس أمته فيما بينهم، ما يقتلوا بعضهم البعض، ما يتخانقوا مع بعض البعض، ما يصير معارك بين بعضهم البعض، الله أعطاها ما أعطاها. فسيدنا إبراهيم يا سيدي الكريم ما كان أكيد هل الله سيعطيه ما طلب من رؤيته كيفية إحياء الموتى أم لا؟ أم شو عمل سيدنا إبراهيم؟ لما طلب من الله هيك، الله يخبرنا عن ذلك في القرآن، الله قال: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. بشو يعني؟ بإجابة طلبي. فشو صار؟ الله أوحى إليه أن يأتي بكم طير؟ أربعة. اسمعوا شو هن الأربعة: حمامة بيضة، حمامة شو لونها؟ وغراب أسود شو لونه؟ وديك أحمر شو لونه؟ وطاووس أخضر شو لونه؟ يجيبهم يذبحهم ويشيل الروس عن الأجساد، يحط الروس على جنب، يصفي دم، اختلط الدم بالدم. ثم بعد ذلك الله أمره بتقطيعهم، ففرمهم، قطع 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 لحتى صار قطع قطع صغيرة صغيرة جدا. ثم خلط الخليط، اختلط العظم بالعظم والريش بالريش والجلد بالجلد واللحم باللحم، ثم جزأه لهالخليط على سبع مجموعات، وأمره الله أن يضع كل خليط من هؤلاء السبعة على رأس جبل من الجبال. أمره حط أول خليط على رأس جبل، وتاني خليط على رأس جبل تاني، وتالت خليط على رأس جبل تالت، ورابع خليط على رأس جبل رابع، وخامس خليط على جبل خامس، وسادس خليط على رأس جبل سادس، وسابع خليط على رأس جبل سابع. ثم أمره الله تعالى أن يقول: تعالين إلي بإذن الله، تعالوا لعندي بإذن الله. صار الجلد يطير والريش يطير واللحم يطير، كل جزء قدام منه عم يتركب على خيه، يعني لحم وجلد الحمام لوين؟ عند الحمامة، ولحم وجلد الديك عند الديك، ولحم جلد الطاووس عند الطاووس، ولحم وجلد الغراب عند الغراب. قدام عيونه الأجزاء اللي كانت مخلوطة، كل واحد راح على الجسم، والجسم عم يتركب وهو عم يتفرج. اكتملت الأجسام فأحياها الله بقدرته من غير راس. وحتى يكون الأمر أعجب، راح سيدنا إبراهيم صار يجيب كل راس بده يركبه وين؟ على غير صاحبه ما يقبل. راس الغراب ما يركب على جسد الديك، إلا الغراب على الغراب، الحمامة على الحمامة، الديك على الديك، الطاووس على الطاووس. هذا اللي صار مع سيدنا إبراهيم. وما بيجوز أنه الواحد يظن أنه إبراهيم كان شاكا في قدرة الله وإلا كفر.